أهلا بكم مشاهدينا في الثاني من تشرين الأول أكتوبر من العام 2018، وعند الساعة 2:14 ظهرا دخل الصحفي السعودي جمال خاشقجي قنصلية بلاده في إسطنبول ولم يخرج بعدها منها. في الثالث من تشرين الأول أكتوبر رجحت السلطات التركية أن يكون خاشقجي لا يزال داخل القنصلية، لتعلن القنصلية السعودية في اليوم التالي أن خاشقجي خرج منها واختفى. وبين بقائه في الداخل وخروجه، نقلت وسائل أعلام تركية رسمية عن جهات أمنية أن خاشقجي قتل داخل القنصلية وقطعت جثته، لتصبح القضية قضية رأي عام. بعد أيام وافقت السلطات السعودية تحت الضغط على السماح للمحققين الأتراك بتفتيش القنصلية، وهنا بدأت التحقيقات. في العاشر من الشهر نفسه نشرت وسائل أعلام تركية صور 15 سعوديا وصلوا بطائرتين خاصتين إلى مطار أتاتورك قبيل ساعات من اختفاء خاشقجي، وأكدت ضلوع فريق إعدام سعودي في قتل خاشقجي، من بين أعضائه حارس ولي العهد السعودي مهر المترب والطبيب الشرعي في الأمن العام السعودي صلاح التبيقي. بعد رفض السعودية كل الاتهامات ضدها، أصدرت روايات متعددة متناقضة أثارت المزيد من الشكوك، أبرزها ما قاله النائب العام السعودي سعود المعجب الذي دخل مقر القنصلية من أن خاشقجي قتل في القنصلية بعد اشتباك بالأيدي. ورواية سعودية أخرى قالت إن عناصر غير منضبطين قتلوا خاشقجي من دون علم السلطة، وهو ما تبناه دونالد ترامب أيضا. لم تقف وسائل الإعلام التركية والأجنبية صامتة أمام الروايات السعودية، واتهمت صراحة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالجريمة، لتكشف تباعا عن محتوى التسجيلات الصوتية التي تملكها أنقرة من داخل القنصلية. التسجيلات حملت أدلة دامغة على تورط ابن سلمان، ووثقت حوارا دار بين ماهر المترب وخاشقجي فور دخول الأخير مبنى القنصلية وأصوات تعذيبه، واتصالات للمترب مع مستشار ولي العهد السعودي سعود القحطاني يبلغه فيها انتهاء المهمة. وعرضت صور خروج أحد أعضاء الفريق من القنصلية مرتديا ثياب خاشقجي للإيهام بأنه غادر. تقارير صحفية متعددة صدرت تواليا، أبرزها أن فريقا سعوديا تخلص بأمر من ولي العهد السعودي من أبرز معارضي المملكة، قتل خاشقجي وقطع أوصاله، ثم خرج من القنصلية بحقائب سفر ربما تحمل أجزاء الضحية ليحرقها في محرقة خاصة داخل منزل السفير السعودي في محاولة منه لمحو أي دليل على الجريمة.